حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا صالح بن حي ان رجلا من اهل خراسان قال الشعبي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادب الرجل امته فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له اجران واذا امن بعيسى ثم امن بي فله اجران والعبد اذا اتقى ربه واطاع مواليه فله اجران